وسهلا متابعين صفحة اليوفنتوس، معكم أخصائية التغذية والحميات سائر إسماعيل. موضوعنا لليوم عن أهمية التغذية في فصل الصيف. بفصل الصيف طبعا بنواجه مشاكل عديدة، من أهمها الجفاف إلى نقص الفيتامينز نسبة لارتفاع درجة حرارة فصل الصيف. وبتظهر عنا عادات تغذوية مثل الإكثار من المشروبات الغازية والمشروبات الباردة والإكثار من المثلجات، وبرضه بتظهر عنا عادات تغذوية مثل إنه نصير ناكل وجبات خفيفة أغلبها بيعتمد على المقالي، يعني بناكل أكثر من وجبة خفيفة وأغلبهم بيعتمدوا على المقالي. وطبعاً بيروح عن أذهان أغلب الناس إنهم يتبعوا نظام تغذوي صحي، فبصير عنا إهمال للنظام التغذوي في فصل الصيف. طبعاً الحرارة الزائدة من الممكن أن تؤثر على صحتنا. كيف الحرارة الزائدة تؤثر على صحتنا؟ أول إشي بتعملنا جفاف بشرة، تصبغات بشرة، بصير في عنا تسممات بالأطعمة، وطبعاً زيادة الوزن، لأنه بصير عنا عادة تغذوية جديدة بفصل الصيف فبصير عنا زيادة وزن. طبعاً أول إشي بدنا نبتعد عنه، هلا نهتم إحنا بزيادة الوزن. أول إشي نبتعد عن المشويات واللحوم اللي فيها الدهن، لأنه فيها نسبة دهون عالية، هاي أول إشي. ثاني إشي عشان فيها نسبة عالية من الفحم. ثاني إشي بدنا نحاول نبتعد عن اللحوم المعلبة زي النقانق، لأنها بتحت فيها نايتريت ونسبة أملاح، طبعاً بتحسسنا بالعطش أكتر عشان تحتوي على نسبة أملاح. بالنسبة للآيس كريم طبعاً في صار هلأ أنواع عديدة وبأماكن مختلفة اللي بتحتوي على فواكه وبتكون قليلة الدسم ونسبة السكر فيها قليلة. طبعاً فصل الصيف هو يعتبر فصل الفاكهة، فنحاول طبعاً إن نتجه إن ناكل الفاكهة اللي بتحتوي على نسبة مي عالية زي البطيخ، الشمام، العنب، لأنه جسمنا بفصل الصيف بصير له جفاف إذا ما بننتبه لكمية الماء اللي بنشربها وكمية والفواكه اللي بناكلها يفضل أنها تكون فيها نسبة ماء عالية. وطبعا نبتعد عن المشروبات الغازية لأنه أو نخفف، إلا بالنسبة للناس اللي مدمنة جدا على المشروبات الغازية نخفف منها لأنه فيها سكريات عالية.